الله وبركاته، كيف الاخبار؟ انا مشكل خير طيبين تمام. السلام معكم اكس بلاك حمود احسن شباك من قناه اليوم. جايب لكم لايف كومنتري ثاني انا وسعود، تحدي فيفا. وش تختار انت؟ بلعب انا ودي اخذ السعوديه، ايه بس باخذ فرنسا. قرب عشان يكون صوتك واضح غير المطاع. يلا نجي الحين جلد. شوف عشان تكون مباراة متعة نحطها بأكبر ملعب في روسيا. حلو، أكيد إني بحطها ليه. هذا اللي سجله جرتي فران ومتيتي كوريزما كرزاو عفوا اي كوريزما بيت مع انه بيت والله ودي اني ملاعبه بوجبا بن فقير بن فقير يا بن فقير. في ناس بيجون بينتقدون التشكيلة بيقولون بالله تلعب كذا بس بتشوفون كيف تشكيلة الدقري اللي يلا 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 قلبه 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 في ملعب كازان لك لوز لازنكس من كازان. هذا هو هذا اللي قامت فيه السعودية خمسة. والله أستاذ أنت موجود لك. لا هذا الملعب تدري إنه لعب عليه نهائي، أتحداك تجيب النهائي هذا. لك جائزة إذا جبت النهائي لعب الملعب هذا. لا ابشرك انديه ايه ايه لعبوا فيه نهائي ناديه وابدا قريبه تقريبا بين حوالي 10 سنوات يعني ما راح احدد لك انا خلاص لو قلت لك انا واضح يعني. طبعا تفكر لين نهايه المقطع اذا ما ذا يا متابعين جاوبوا على السؤال. ما بحطها في نكس، انت لك جائزة وما لك دخل في الباب. الان بحط لك ايفونكس على كيفك. بيت يا بيت يا بيت لك تكلو على خفيف. يلا اهم شيء يقولك فك انت فكر الحين بالسؤال. ناديين لعبوا على الملعب هذا وبعدين عدلوا الملعب هذا. خلاص قلت لك يا اخي تكون واضح. هي دوري اوروبا ايه ايه تقريبا يعني قبل 10 سنوات يعني كده. ايه 2000 2008 2007 بين يعني. خطأ يا حبيبي جرينتا 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 يا حبيبي جرينتا. ايه يا حبيبي تصيد حمام انت. جيرو ذا يا حبيبي جيرو. الهجوم يتوقف
كيف أفساد الحكم وقت جنب؟ كيف تلعب ديفيد لويز وعندك فرندا فرندا؟ أصغر لاعب سجل كأس العالم فرنسا. هذا مني رجعت لعيبتي خلاص ما عندي. حارس المسهر وانا حاسب حارس المسهر تركب جيرو صايم. سام كيف سدى سوالك يا سعود مصيدة الله عليك يا ابن جيرو يا اخي مبابي ما شاء الله متحرك في كل مكان. الله عليك يا كانت في كل مكان. حكم الله عليك ابو اكبر الله يقلع كم بابي. لا 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 هذه مرتده خطيره ما في ما في ما في ما يروح ما يروح ما يروح ما يروح ما يروح, ما يروح. يا اخي لا يعني كمان مو بكرت حكم على الكوره يقول مين تيرو رادته حكم جابرييل سي دي بي ديمتري بايت حلوين كانتي هجمة لمصلحة المنتخب الفرنسي اوليفر جيرو اوف لو شفتها برجل اليمين فراس تسوي يا فراس الله هيقلك يا فقير انا ما ادري ليه احس انه بينطرد فراس عيد بن شاكر يا الغالي قاعد نلعب فرضيه صح ولا جاه يا رجال كأنت في كل مكان يا طيب انت في حالة واحدة بتهجم وتسجل اذا كانت انسان عارس ثقة ما في لاعب ولا كان علمتك كيف عارس ثقة حلوين يا سلام نبيل فقير نبيل فقير اوهو ترسل الكرة الى وسط منطقة الجزاء تدخل اللاعب يفقد الكرة بول بوكبا قلنا لك كانت في كل مكان سايد مين الغالي مين مرسل انا لما اقول كانت في كل مكان كانت في كل مكان الحمد ربك ان مبابي ما كان ليه خليته يروح انا ليه خليته يروح ليه
في السيطرة، السيطرة 63. مشكلة انه جيرو مو هادي، مشكلة ثقيلة يا شيخ. 64 استعراض اللي هو ده في ملعبك ولا في ملعبي؟ كلها في ملعبك. 22% في ملعبك، 30% بنص الملعب. ما استعرضت انا كرة في ملعبي. يا ويلك يا شوط ثاني افضل ان شاء الله. يلا 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 فوز، وين تفوز؟ انا تفوز، انا مستعود. انت فايز ان شاء الله. كانت في كل مكان يا ابن الناس، قايل لك كانت في كل مكان. ما اقول لك انا هو اللي ناكبني. كيف خش عليه تقول لي ترى كوره؟ لا والله انت ما تستحي على وجهك انت. يووو من فقير ليه واقف ليه؟ يووو الله يا كيدي. احمد ربك احمد ربك، بس قاعد تندفعيك. شوف اذا كانتي ما كان موجود الهجمه تكون لكم سلسه. الله اها يا ابن فقير جريزمان، يلا جهز. حابين يسحبونكم يا عيال. يا اخي جيرو ذا خلاص. ارفع ضغطي يا جيرو. يا الله. يا والله حرام ذيك الهجمة والله. يوه ما فيه. قفل قفل. يعني صبرت بس شوي. يا اخي جيرو ذا ابلشني. اعطى كاسميرو، اعطى كاسميرو طيب. لويس مين؟ ولا لمسها لويس؟ يا اخي خلاص جريزمان.
عطنا عطنا جريزمان نكب ام اذا الثور ذا يا شيخ. طيب طيب دق 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 كورة دق 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 نزل الواحد جريزمان نزل حكم يلا جاهز جاهز دمري طيب خوي قدامك يعني تعال 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 الله يقلك يا بدو الله يقلك يا بدو انا جالس اسوي اغلاط ليتني تقدمت فيها ليتني مشيت شكرا بفقير عطني دمبيلي باولين هو يلا 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 دق 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 شنو جايني تصعونك ذا يلعن ام الحاله سيد الحكم لا تحطين الفار فيفا بس الله الحكم حرمني الحكم حرمني بل انت صحيح شفت يا متابعين شفت كيف خلاص الحكم قتلني الحكم رجال هوغا لورنس شفتوا كيف يا جماعة الخير الحكم السوى شفتوا الحكم السوى يا جماعة الخير بس مع ذلك يا ما زال موجود يا اخي ليه يا اخي انا معطيها ترى شو اسمه جيرو انا ما ادري ايش قاعد يسوي قدام شوف انا دائما يسموني سيد الحارات الاخير دائما يسموني سيد الحارات الاخير طلعها كذا على برا ليه الله شوفوا اوكي هارد لك ذي من الحين لكن ما زال عامل موجود والله العظيم سويت اشياء غلط انا في المباراه صراحه يعني سويت اشياء غلط عوافي 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 ما الذي حدث؟ طب كان طلب كوستا العن ام الحاله لا تك سلفا اللي سجل انا تك سلفا يصير مدافع والله صدمت قعدت هدف يلعن ام القهر
كيف كانتي شو خفي كانتي خفي يا شيخ. يا كانتي قتلتها يا كانتي لما طلعها لبرا تعطيهم اياها يا كانتي. يا عيال يا حكم توك تحسب الحين. والله يا حكم والله كوره ترى هذه كوره. يا عيال شفت كيف الحكم حرمني بلنتي. يو يلا عوافي عوافي. اول جيم راح ان شاء الله بين الجيم الثاني. لايك المفضل سبسكرايب و الجيم الثاني ان شاء الله. عادني السلام عليكم.